مرحبا بكم. اليوم سنتحدث عن كيفية رفع اختبار جاهز ومكتوب بوورد على منصة بلاك بيرد. أولاً، هذه الخاصية لا تتوفر إلا باللغة الإنجليزية. ثانياً، لابد من إعداد ملف الوورد حتى يتماشى مع لغة البرنامج. ولكي نقوم بذلك، نفتح ملف وورد كما هو مفتوح على الشاشة، ثم نقوم بحذف أي معلومات غير الأسئلة. فهنا معلومات عن المؤسسة، أي شعار، أي حتى معلومات عن المقرر والدرجات ورأس السؤال، أجب عن ثلاثة أو أجب عن عدد معين من الأسئلة. لابد من حذف كل هذه المعلومات كما أفعل الآن. لا يبقى فقط إلا رأس السؤال. هنا مثلا attempt for only نحذفه أيضا، حتى كلمة question 1 نحذفها أيضا، ورقم 1 نحذفه أيضا. هنا تبقى رأس السؤال فقط، هذا السؤال، وحتى درجات المقرر، درجات السؤال. Compare the consonant system of old English with that of middle English. هذا سؤال مقالي، فنكتب أنه سؤال مقالي بما يتفق مع رمز البرنامج. نضع مثلا سؤال مقالي ESS، كتبنا S ESS هو رمز السؤال المقالي في Blackboard. ثم نضغط على تاب، وهي في أعلى، على يسار لوحة المفاتيح بعد أو أعلى Caps Lock. الآن اخترنا نوع السؤال مقالي، وكتبنا رأس السؤال، ثم نكتب المكان الذي سيكتب فيه الطالب الإجابة، وهي نكتب مربع أو قوس مربع قسم، ثم نضع كلمة place holder، ثم نكتب essay text. هذا السؤال المقالي يتم بهذه الطريقة. السؤال المقالي يتم بهذه الطريقة. رمز السؤال وهو ESS، ثم تاب، نص السؤال، ثم بين قوسين مربعين place holder essay text. خلاص انتهى. السؤال الثاني سؤال مقالي أيضا، نحذفه حتى نقتصر على الأسئلة الواحدة من نوع الواحد. mark the following statement as true for، هذا سؤال صح وخطأ كثير من يستخدمه. نحذف هذه المقدمة، ونحذف رقم السؤال أيضا. هذا نص السؤال عندي، Finnish is a Germanic language. نوع السؤال true false، فنكتب TF ثم tab. TF true false tab Finnish is a Germanic language. ما هي الإجابة؟ هذه الإجابة false، فنكتب كلمة false. السؤال الذي يليه أيضا true false، نجربه أيضا true false TF ثم tab نص السؤال. Many English words beginning with V and Z are borrowed from French. هذه إجابة صحيحة، نقول correct، sorry نقول true. نحذف أسئلة متكررة حتى نوفر الوقت. Fill in the blanks، أيضا نحذف هذه المعلومات عن السؤال، نحذفه ونحذف رقم السؤال. Fill in the blank، نضع رمز هذا النوع من الأسئلة FIB، يعني fill in the blank، ثم tab رأس السؤال. According to Grimm's law, the Indo-European word verb becomes what، نضع المكان الذي سنضع فيه الكلمة المطلوبة in Germanic، والإجابة الصحيحة نكتبها بعد نعمل تاب الأول، ثم نكتب الكلمة الصحيحة وهي deep، الإجابة الصحيحة. الآن لابد أن تتذكر أننا نستخدم تاب في الفصل بين عناصر السؤال. نأخذ مثال آخر، the old English negative adverb dots comes before the verb it modifies. هذا أيضا fill in the blank، نكتب F I B ثم tab.
the old English negative adverb رأس السؤال، ثم بعد أن ننتهي نكتب نضغط على تاب ثم نضع الإجابة وهي me. نحذف أسئلة متكررة. هنا multiple choice question الشائع استخدمه بين الأساتذة في المؤسسات التعليمية. choose the correct answer نحذفها أيضا، نحذفها هنا ونحذف رقم السؤال، ثم نكتب multiple choice MC. during the middle English period many words are brought from which two languages؟ بعد انتهاء نص السؤال تاب، ثم نحذف أي أو أي أرقام ونكتب الإجابة Celtic and Old Norse، هذه إجابة خاطئة، نعمل تاب بعدها ثم نكتب incorrect، تاب بعد incorrect Latin and French، هذه إجابة صحيحة، نكتبها بعدها تاب ثم نكتب correct، تاب Latin and Celtic هذه إجابة خاطئة، فنعمل تاب ونكتب incorrect ثم تاب French and Celtic هذه إجابة خاطئة أيضا، تاب incorrect. نأخذ مرة سؤال آخر، آخر سؤال. The middle English, in the middle English period what was dropped from personal pronoun inflections؟ أيضا نأخذ multiple choice question MC tab، ثم رأس السؤال، ثم بعد انتهاء السؤال نأخذ الإجابات tab. gender هذه إجابة صحيحة correct، ثم tab case هذه خاطئة، incorrect number هذه خاطئة، tab بعد كل عنصر tab. الآن انتهينا من الأسئلة، نحذف باقيها. الخطوة الثانية المهمة جدا أن نحول هذا كله إلى ملف text only file، ف save as نضع على الديسكتوب ونختار مثلا اسم المقرر history of English، وهنا نختار نوع الملف plain text ثم نقول حفظ. الآن أعددنا الاختبار أو حولنا الاختبار الموجود بورد بطريقة يفهمها البرنامج ويمكن تصحيحها. نذهب إلى الآن نفتح البرنامج بلاك بورد ونضع هذا الاختبار عليه ونحاول كيف نحمله. الآن ذهبنا فتحنا المقرر، الآن أمامنا المقرر، نذهب لبناء الاختبار. Course Tools كما تعودنا من قبل Course Tools، ثم Tests في من أسفل القائمة ونختار Test اختبار، Build Test نسميه مثلا، نسميه History of English مثلا، ثم نقول Submit. الآن أنشأنا الاختبار، نضع الأسئلة التي صنعناها مع بعض، نضغط على Upload Question
upload question ثم browse my computer ثم نختار الملف الذي سويناه مع بعض history of English تمام ثم نقول open ثم submit. الآن أدخلت نقول أوكي أدخلت الأسئلة عاد الأسئلة وضعناها 6 أسئلة ستجد في الأسفل هذه الذي قمنا بها السؤال المقالي compare the consent and consent system of old English ثم true false هنا كله الآن والإجابات موجودة ثم نقول أوكي ولكن إذا أردت أن تغير الدرجات تذهب إلى test option ثم تقوم بتغيير نذهب إلى content ثم assessment test ثم سنجد الاختبار موجود هنا history of English ثم نقوم submit الآن سيظهر للطلاب إذا جعلناه متاحا لهم تختار موعد الاختبار وزمنه وكل شيء كما تعلمنا من قبل ثم تقول submit الآن الاختبار جاهز للطلاب تريد تغيير الدرجات تذهب إلى edit the test تريد حذف سؤال هنا مثلا كل سؤال من 10 تغير من هنا الأسئلة أو تضع الأسئلة هنا عامة من كل point وتقول أن هذا كله سيغير الأسئلة جميعها update تغير كل سؤال من هنا درجة السؤال مثلا درجتين هنا تغيرت الآن وأصبح الكل أو تغير كله ثم تقول درجتان ثم تقول update الآن غيرنا كل الأسئلة إلى درجتين كما ترون ثم نقول أوكي الآن الاختبار متاح للطلاب وبالدرجات التي تريدها يمكن تغييره وتعديله كما تريدون شكرا لكم